بزاف ديال الناس كيقولوا لنا بانني انا واخا انني خدام يعني في واحد الوظيفه في القطاع الخاص او عندي واحد يعني واحد العمل اللي هو حر ديالي، ولكن انايا ما كنحش بواحد الاستقرار مالي لانني عايش في انايا وعايش مع ولادي، ودائما عايش في واحد لو ستريس اللي هو يعني ما كي لا ينتهي يعني دائما، وكيبقى دائما دماغي كيبقى يدي وكيجيب، ممكن انها توقع شي حاجه. باش ندوي على الاستقرار المالي خاص يكون عندنا واحد مجموعه من الامور اللي هي مهمه. اول حاجه هو انني خاصني ننوع من مصادر الدخل ديالي، يعني ما فيها باس يكون عندي واحد الاجره ديالي وعندي واحد العقار او واحد محل تجاري اللي كيدخل ليا واحد الدخل اضافي، باش كل حاجه كتعوض حاجه اخرى الا وقع لافات. والمساله الثانيه كذلك اللي هي كذلك مهمه واللي خاصنا ناكدوا عليها، هو ان خاص تكون عندي على الاقل واحد 3 شهور الى 6 شهور من الدخل تكون عندي في الجنب ديالي، باش انني يعني واخا توقع اي حاجه كنبقى دائما عايش في المستوى اللي فيه انايا.